نعم، أوضح الديوان الملكي الأردني ببيان من البلاط الملكي بأن هذه الزيارة تشمل أول لقاء لزعيم عربي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض منذ توليه لمنصبه. ولكن تتركز هذه الزيارة على توجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس 1 يوليو 2021 إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بالملتقى الاقتصادي، ومن ثم زيارة عمل إلى واشنطن تتخللها زيارة خاصة بحسب توضيح الديوان الملكي الأردني. وأيضا صرح الديوان الملكي في بيان أن الملك عبد الله الثاني برفقته الملكة رانيا العبد الله غادروا أرض الوطن إلى الولايات المتحدة اليوم، وتابعوا بأن الملك من المقرر أن يشارك في الملتقى الاقتصادي بمدينة صنفالي، وذلك قبل زيارة العمل القائمة في واشنطن، والتي من خلالها سيتم إجراء محادثات مع قادة الكونغرس والمسؤولين في الإدارة الأمريكية. طب دكتور بشير، تفضل. نعم تفضلي. تفضل أكمل. أن الملتقى يعقد في ولاية إيداهو في الأسبوع الأول من شهر يوليو الحالي، وبينما المحادثات بين جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي بايدن ستكون هي ما بعد منتصف شهر يوليو الحالي. إذا دكتور بشير، أيضا هذه المحادثات يبدو أنها يعني جل تركيزها كانت على إنعاش الاقتصاد الأردني. نعم، يعني هو الأردن حليف استراتيجي قوي للولايات المتحدة يعني منذ عقود، بالإضافة لدعم كبار المسؤولين الاقتصاديين الأمريكيين للأردن من خلال دعمه بحزمة مساعدات تتجاوز 6 مليارات دولار مدتها 5 سنوات تنتهي العام المقبل. نعم، ضيفي من عمان دكتور بشير النجاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جدارة، شكرا لك على هذه التفاصيل.